السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my pretty princess Alicia. بارك الله فيك. إن شاء الله our course plan for this month we will revise together some surahs and we will start إن شاء الله from سورة الهمزة. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحمد لله. Next. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. Next one. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Next one. سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله. إن شاء الله we will stop at this one and during our session we will practice more and more إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.